وللاطلاع أكثر على هذا الموضوع ينضم إلينا من مدينة إسطنبول محمد العايد، مدير شبكة تدمر الإخبارية. أهلا بك أستاذ محمد. بداية، صف لنا الوضع الصحي والإنساني في مخيم الركبان. بداية مساء الخير لك ولجميع السادة المشاهدين. الوضع الطبي والصحي هو الأسوأ منذ أن أنشئ المخيم إلى تاريخ اليوم. الحالات الإنسانية لا يتم علاجها، لا يتوفر أدوية حتى، عداك عن فقدان الأجهزة الطبية، لا يتوفر حتى أدوية للعلاج. يعني إذا بجينا اليوم حالة التهاب، حالة مرض، حالة اختناق إلى ما هنالك أو أي شيء، يعني لا يتم تقديم العلاج له بسبب انعدام وجود الدواء. إضافة لذلك، نقطة اليونيسف الطبية المعروفة باسم نقطة تعاون على الحدود السورية الأردنية لا تسمح بدخول المرضى أو ذوي الاحتياجات الخاصة إلى المشافي الأردنية. هذا زاد الأمر، وقد ضاقت الأحوال كثيرا في الآونة الأخيرة بعد إغلاق قوات النظام الطرق البرية المؤدية إلى مخيم الركبان، مما أدى إلى توقف إمداد المخيم بالأدوات أو بالغذائيات وأيضا الأدوية، وما تيسر من الأدوية حتى. نعم. الوضع اليوم هو الأسوأ على الصعيد الطبي في المخيم. هذا اللي ينذر بكارثة حقيقية. يعني هناك العشرات، عشان ما نجاوز نكون يعني صادقين في نقل المعلومة، العشرات بمعنى الكلمة مهددة حياتهم بالخطر بسبب انعدام وجود. يعني تخيل أنت 70,000 نسمة، نحن نتكلم عن مدينة، هذه المدينة نعم. من الخيام يتوفر فيها مريض القلب، السكري، وإلى ما هنالك، إضافة لمرضى حتى السرطان. نعم. هؤلاء لا يتقدم لهم أدنى مقومات للعلاج. إذا ما هدف قوات النظام من هذا الحصار الذي تفرضه على المخيم والذي تمنع عنه كل شيء؟ أركاع الناس، تفكيعهم، جعلهم يأتون دون شروط، دون ضامنين من أجل العودة إلى حضن النظام كما يقول. لكن يبدو أن النظام يريد أن لا يكتفي بذلك. يعني عندما تم الاتفاق منذ فترة والاجتماع، كان هناك إحدى البنود الغير معلنة يتحدثون بها عن تجنيد إجباري ضمن صفوف الميليشيات الإيرانية أو الفيلق الخامس الروسي نعم. ضمن قوات النظام من أبناء المخيم. إضافة لذلك، هي ورقة ضغط بيد النظام. إضافة لذلك، بتسهيل حتى يبدو من القوات التحالف الدولي المتواجدة في التنس نعم، والأميركان. لكن يعني هي أليس للمنظمات الدولية أي دور، يعني اليونيسيف أو أي منظمة معنية بشؤون اللاجئين، يعني أن إذا تحد نحكي على من صعيد هذه العموم، المعاناة التي يعانوها أهل المخيم؟ إذا نحكي بهذا الموضوع على صعيد الخصوص قبل الصعيد العام، منظمة اليونيسف، من كم يوم السيد خيرت مدير منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة اليونيسف صرح بأنه على جميع الأطراف أن تتعاون من أجل إيصال الإغاثة. في ذات الوقت، نقطة تعاون الطبية التي أتحدث عنها الآن لك تتبع لليونيسف، ومدير اليونيسف في الأردن، فرع الأردن، اسمه روبرت جينكز. روبرت جينكز هو المسؤول الأول، أنا أعتبر، عن عدم إدخال المرضى والمساعدات إلى المشافي الأردنية. يعني إذا اليونيسف بس بتسهل لنا موضوع إدخال المرضى إلى المشافي الأردنية، يعني بكون عملت عمل إنجاز عظيم. هذا على صعيد اليونيسف. أما على صعيد الأمم المتحدة، يتذرع فرع الأردن منذ عام، لما يدخل تقريبا من 11 شهر لما يدخل الإغاثة إلى المخيم، نعم. يتذرع بأن هذه المنطقة ضمن مناطق الجمهورية العربية السورية، ويجب أن يكون الإغاثة من دمشق. نعم. من أجل ذلك أصدر جيش مقاول الثورة بيان رسمي كفصائل المعارضة هناك أيضا بتسهيل دخول المواد الغذائية إلى المخيم، نعم، وبترفيقها وحمايتها. لكن هناك تآمر واضح على النازحين، يريدون، يبدو يعني جريمة العصر حقيقة، يعني جريمة نعم، الإنسانية أدى إلى جريمة إنسانية. وصلت الفكرة. كنت معنا من إسطنبول محمد العايد، شكرا جزيلا لك.